السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم بالمحاضرة رقم 14 اللي هي راح تكون عبارة عن مراجعة لموضوع العمليات الهندسية. العمليات الهندسية اللي أخذناها بداية السنة الدراسية، يعني أخذناها من كانت المحاضرات التقليدية. فهذه المحاضرة إن شاء الله راح تكون مراجعة لكم، لأن إحنا بقية المواضيع اللي أخذناها كلهن يعني محاضرات موجودة أونلاين باستثناء هذا الموضوع، فهذه كمراجعة يعني حتى تكون مرجع لكم، خافكم نقطة مثلا ما تتذكروها أو ما فاهميها زين، تقدرون ترجعون على هذه المحاضرة وتفهموها إن شاء الله. طيب، هذا موضوع العمليات الهندسية. طبعا يعني اكو امور صارت عندنا بديهية، يعني هاي كنا ببداية السنة نحكي انه شلون تنصف الخط المستقيم، شلون ترسم خط مستقيم موازي لخط اخر، لكن يعني بحكم الخبرة اللي تعلمناها خلال السنة الدراسية وخلال رسمنا، يعني صارت عندنا هذه امور بديهية، ماكو داعي انه نضيع هواي وقت عليها. فنبدي بالعمليات المهمة، وراح نبدي من موضوع رسم مخمس منتظم. طبعا طلاب، بالمناسبة يعني انتم هذه العمليات الهندسية لازم تراجعونها ولازم تفهمون شلون تطبقوها، لان هذه يا اما راح تجيك جزء من سؤال، يعني مثلا يجوز يجيك بالمساقط عندك فد شكل بي مخمس، او مثلا من تمارين العمليات الهندسية بشكل مخمس، او مثلا نعطيك سؤال مثلا قائم بحد ذاته، يعني صح ما تكون عليه درجة عالية لكن كمساعدة لكم، يعني مثلا بالاساينمنت مالكم او بالتقرير انطيتكم اعتقد رقم 10 انه ترسم مخمس داخل الدائرة، يعني هذه العمليات قصدي انه لازم تحفظوها عن ظهر قلب، يعني شلون تطبقها وشلون تسويها. فنبدي ان شاء الله بموضوع رسم مخمس. هسه ان شاء الله راح نقرأ يعني التعليمات مالتنا ونطبقها على هذا الرسم، وراح تشوفونها هي بسيطة لانه احنا اخذناها سابقا. فبس خل اكبر الرسم شوي يعني حتى يكون واضح لكم. بس العفو. فبالنسبه للرسم المخمس، طبعا اللي راح يجيك معلوم هو الضلع، يعني احد الاضلاع راح يكون معلوم، ومثل ما تشوفون بهالحاله الضلع المعلوم هو اي بي، يعني منطيك فقط الموقع مال الضلع واحد، واريد من عندك انه ترسم له مخمس. نبدأ بالخطوات واحدة واحدة. أول شيء يقول لك أنه نصف الضلع المعلوم أي بي في النقطة أو، يعني هذا الضلع اللي موجود عندك هنا زين، يعني لو فرضنا أنه طوله 10، تجي تحدد النقطة أو اللي هي هذه، راح تكون هنا ببعد 5 عن أي و5 عن بي. أول شيء تنصف هذا الخط المستقيم، بعدها تجي ترسم العمود أي إف مساوي للعمود أي بي. وين العمود أي إف؟ اللي هو هذا زين، يعني هسه انا عندي اي بي اول مره نصفته زين، بعدين اجي ارسم العمود اي اف. هذا العمود اي اف ايش قد الطول مالته؟ هو نفس الطول مال اي بي، يعني اذا هذا 10 فهذا ايش قد راح يكون؟ هذا ايضا راح يكون 10. الخطوه الثالثه، من المركز او ارسم القوس اف جي بنصف قطر ار واحد مساوي لاو اف. لا تدوخون بيها، تجيب الفرجال مالتك تفتحه بالطريقة التالية، تخلي البوز مالته وين؟ تخلي البوز مالته على الأو زين، وتخلي السلباية مالته على الإف. يعني أنا أريد ينفتح كون بمقدار مساوي أو بقوس مساوي للمسافة بين أو وإف اللي حددته زين. بعد أن تفتحه تجي النوب ترسم هذا القوس، يعني أنت هسه مو حاط السلباية هنا والبوز مالت الفرجال مالتك هنا، تجي تنزله الى ان توصل الى نقطة جي اللي هي صايرة على نفس المستوى ويا من؟ على نفس المستوى ويا المستقيم المعلوم زين. فاذا فتحت القوس انا هسه بهذا المقدار، وجيت نزلت السلباية مالت الفرجال مالتي ووصلتها لهذه النقطة. طيب النقطة أربعة، من بي واي ارسم قوسين بنصف قطر بي جي، العفو R2 يساوي بي جي، ليتقاطعا عندي زين. طيب يعني نجي شو نسوي؟ تجي ترسم
القوس التالي، تفتح الفرجال مالتك، تخلي البوز مالت الفرجال على النقطة بي، والسلباية مالت الفرجال على النقطة جي، وترسم هذا القوس للأعلى إلى أن توصل مثلا البعد مناسب، خلينا نقول مثلا هاي النقطة، يعني تعبر النص مال هذا الخط. زين، تجي بعدها تعكس العملية، تحط يعني على فتحة الفرجال اللي هي مساوية للمسافة بي جي، انه بتجي شو تسوي؟ تجي تخلي البوز مالت الفرجال مالتك بالنقطة اي، والسلباية مالته راح تكون بمكان ما هنا يعني تقريبا، وتجي ترسم هذا القوس للأعلى. زين، صار عنده قوسين كبار، ذن القوسين تقاطعن وين؟ تقاطعن بدي. زين، فاذا انا صارت عندي كم نقطة من نقاط المخمس اللي احتاج ارسمه؟ صار عندي 3، عندي اي وبي معلومات وحددت هسه دي. زين، هسه شلون احدد السي وشلون احدد الاي؟ ايضا تحدد هنا بنفس الطريقه، من النقطه دي ارسم قوسين بنصف قطر ار يساوي اي بي ليقطعا القوسين المرسومين سابقا عند سي واي. يعني تجي تفتح الفرجال مالتك بقد ضلع المخمس المعلوم، يعني من الاي الى بي، تجي تخلي البوز مالت الفرجال مالتك هنا، وتفتح والسلباية يعني بمكان ما هنا، وترسم قوس بهذا الشكل حتى يتقاطع ويا من يتقاطع ويا القوس الكبير اللي رسمته سابقا. زين، القوس هذا يتقاطع ويا القوس اللي رسمته سابقا، ونفس الشيء تجي تكرر العملية هنا أيضا، ترسم قوس يقاطع القوس الكبير اللي رسمته سابقا بالمسافة اي بي. فهسه صار عندي 5 نقاط مالت المخمس اللي هي اي بي سي دي اي، كل ما بالامر اجي اوصل بياناتهم بمسطره. زين، وراح يكمل عندي الشكل المخمس اللي اريد ارسمه. طيب، هسه هاي العمليه الاولى. العمليه رقم 10، انه شلون نرسم شكل مخمس داخل الدائره. هذا اول سؤال بال يعني من الاسئله الخمسه اللي انطيتكم اياها. فعندك دائره راح انطيك، اجيب لك مثلا بالامتحان اقول لك دائره مثلا نصف قطرها 10 سنتيمتر، نصف قطرها 15 سنتيمتر، ارسم لي شكل مخمس بدائره، عفوا بداخله. فتيجي شلون تحدد لي النقاط مالت المخمس داخل الدائره بحيث يكون الاضلاع مساويات وما يزيد عندك ضلع عن الاخر. انت اول شيء راح تشوفها، طبعا الدائره راح تكون مرسومه نصف ضلعها كامل، وبيها هذه الخطوط اللي تمر لك بالمركز مالت الدائره. طيب، فنجي نقول خلينا نشوف شنو الامور اللي نحتاج انه نسويها. نقول نصف المستقيم OL بالنقطه L. المستقيم OL طبعا هذه النقطه O وهذه النقطه L اللي هي نصف قطر الدائره. زين، اللي هي نصف قطر الدائره على خط المحور الافقي، يقول لك نصفها بN. يعني اذا الدائره نصف قطرها 10، فنجي نحسب من المركز 5، نخلي شنو؟ نخلي النقطه N اللي هي راح تكون شنو؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، من النقطة N ارسم قوس بنصف قطر R1 يساوي DN. زين؟ خلي اكبرها بعد يعني حتى تكون واضحة. حتى للطلاب اللي يستعملون تليفوناتهم يكون يعني كل شيء واضح. طيب، فبعد ان نصفنا هذا المستقيم، من ان ارسم قوس بنصف قطر ار1 يساوي دي ان. زين، ار1 يساوي دي ان، يعني تجيب الفرجال مالتك تخلي البوز على يا نقطه، على النقطة N اللي هي بالمنتصف، وتخلي السلباية على النقطة D. زين، اللي هي طرف الدائرة العلوي، وترسم هذا القوس اللي جاي يمشي الماوس عليه إلى أن تقاطع خط المحور الأفقي بالنقطة يا نقطة بالنقطة M. زين، هسه من قاطعته بالنقطة M، شنو النقطة العفو الثالثة؟ قسم الدائرة إلى 5 أجزاء متساوية بالمسافة دي ام. تجي شو تسوي هسه؟ تجيب الفرجال مالتك، زين؟ تفتحها بمسافة مساوية للمسافة دي ام،
يعني تخلي مثلا خلينا نقول البوز على الدي، وتخلي السلباية على الام، وترسم هذا اول قوس. التقاطع مال القوس ويا الدائرة هذا شو يمثل؟ اول نقطة من نقاط المخمس، وعندي النقطة دي انا هي بعد معروفة بقمة الدائرة، هذه احد نقاط المخمس. تجيب الفرجال مالتك على الفتحة مالته اللي هي دي ام، تخلي النوب البوز وين؟ تخليه بالنقطة اي، وترسم هذا القوس بالسلباية، ترسم هذا القوس. شنو تحددت عندك؟ النقطة الثانية، النوبة تخلي البوز بالنقطة اي وترسم القوس، تحدد يا نقطة بي، النوبة تخلي البوز مالت الفرجال بالنقطة بي وترسم هذا القوس، راح تحدد يا نقطة، راح تحدد النقطة سي. بهذا تحددت عندك النقاط الخمسة مالت الشكل المخمس، ومن عندها راح تقدر ترسم الشكل المخمس اللي تريده داخل الدائرة، وراح تكون الأضلاع مالته مساوي. طيب نروح هسه على العملية رقم 11. العملية رقم 11 زين، اللي هي رسم شكل مسدس داخل دائرة، يعني راح أنطيك دائرة كاملة وأقول لك أريدك بدل الشكل المخمس ترسم لي هذا الشكل المسدس بداخله. طبعا رسم الشكل المسدس يعني بسيط جدا، انه كل ما بالامر. عندك الدائره راح تلقاها مرسومه كامله، والنصف قطر مالتها معلوم، وخطوط المحور مالتك موجوده. راح تجي شو تسوي؟ من النقطه دي و اي اللي هي نقاط تقاطع خط المحور الافقي ويا الدائره نفسها، ترسم قوسين بنصف قطر ار ليقطعا الدائره عند اف وبي واي وسي. يعني القصد تجيب الفرجال مالتك، تخلي البوز مالته على النقطه دي، وتخلي السلبايه مالته بمركز الدائره، وترسم هذا القوس. راح تقطع الدائره بمكانين بالنقطه سي واي، وتكرر نفس العمليه هنا، راح تقطع الدائره بالنقطه بي وبالنقطه اف. زين، راح يصير عندك ست نقاط، اللي هي اربع نقاط من تقاطع الاقواس ويا الدائره، ونقطتين اللي هن تقاطع خط المحور ويا الدائره. ضمن الست نقاط راح يمثل لك الشكل المسدس اللي تحتاج ترسمه، كل ما بالامر تجي توصل بينه بخطوط مستقيمه، وراح ينتج عندك الشكل المسدس اللي تريده. طيب ننتقل الان الى العمليه رقم 12 اللي هي رسم الشكل المسدس بمعلومية طول الضلع. يعني انه انا راح انطيك طول الضلع اي بي، فمن عندك هذا الضلع معلوم اللي هو اي وبي، تجي تستعمل المثلث مالتك هذا ابو 60 30 اللي متوفر عند كل واحد بيكم، ترسم الاي اف والبي سي اللي هو هذا الضلع وهذا الضلع، طبعا راح يكون المساواه لهذا الاضلاع. تجي بعدها اذا تحب شو تسوي؟ اذا تحب انه ترسم ذن الضلعين نفس الشيء، بس راح تقلب المثلث، يعني راح تقلب المثلث فوق حدر، اصعد التي سكوير لفوق، وهذا المثلث راح ينقلب فوق، يعني فوق جوا، وترسم ذن الضلعين اللي هن بعد مع طولهم المعلوم اللي هن اف اي وسي دي، وبعدها تجي توصل هذا الجزء هنا، وبهذا راح يكمل عندك الشكل المسدس اللي تريد ترسمه. طيب هسه ننتقل الى العمليه رقم 13 اعتقد، الا وهي تقسيم الدائره الى سبعه اجزاء متساويه. بس خل ازغر شوي. طيب بالنسبه لعمليه تقسيم الدائره الى سبعه اجزاء متساويه، نفس الشيء راح تجي عندك دائره، وراح يجي عندك نصف القطر مالتها معلوم. اللي راح تحتاج تسويه هو التالي، راح تجي للدائره اللي هي قطرها اي بي، يقول لك ارسم قوس بنصف قطر ار يساوي او اي من المركز اي ليقطع الدائره عند ان. فاجي وين هذه الاو اي؟ الاو اي اللي هي هذه من المركز الى نقطة تقاطع خط المحور مع الدائرة. زين، ايش راح تجي تسوي؟ راح تجي تفتح السلباية مالتك، انه تخلي البوز على الاي وتخلي السلباية على الاو، وترسم هذا القوس اللي تشوفه هنا. زين، فراح يقطع الدائرة مالتك
بالنقطة N. زين، تجي هسه تنزل خط عمودي من النقطة N على المستقيم AB لقطعة C. يعني تجي ترسم هذا الخط بشكل عمودي طبعا بالتي سكوير مالتك، ترسم هذا الخط اللي هو من N إلى C. تفتح الفرجال بمقدار المسافة NC، ومن راح نستعمله حتى نقسم الدائرة إلى 7 أجزاء. يعني أنا الهدف عندي إنه أحصل المسافة هذه NC. من حصلت المسافة NC أفتح الفرجال مالتي بهذا المقدار. هسا أجي شو أسوي؟ أخلي بوز الفرجال مالتي هنا وأرسم قوس صغير حتى أقطع الدائرة. حددت النقطة الأولى، إنه بحرك الفرجال، أخلي البوز مالته بنقطة التقاطع وأرسم هذا القوس الصغير، حددت هذه نقطة التقاطع. أخلي بوز الفرجال هنا إلى أن أمشي داير ما داير الدائرة، وبهذا راح أشوف نفسي أنه أنا قسمت الدائرة مالتي إلى 7 أجزاء متساوية متمثلة بهذا، يعني هذا التقاطع. يعني أنت إذا وصلت من هذه النقطة إلى المركز، يعني سويت شكل يشبه الساعة، راح تشوف الدائرة مالتك تقسمت إلى 7 أجزاء متساوية. ننتقل هسه إلى العملية رقم 14. العملية رقم 14 هي تقسيم الدائرة إلى 8 أجزاء متساوية. طبعا عملية تقسيم الدائرة إلى 8 أجزاء متساوية شلون؟ يعني هسه أنت هناك هو العدد إذا زوجي شوي أسهل، إذا فردي يصير به مشاكل. يعني هسه احنا مثلا المخمس داخل الدائرة اضطرينا نسوي فد عملية، لكن من صار الشكل مسدس كانت العملية أسهل. هسه هنا نفس الشيء، من كانت 7 أجزاء يعني شوي العملية، يعني هي بسيطة لكنها أصعب بالمقارنة ويا تقسيم الدائرة إلى 8 أجزاء متساوية. تقسيم الدائرة إلى 8 أجزاء، تجيك الدائرة هي أوتوماتيكيا مقسمة إلى 4 أجزاء باستعمال خطوط المحور اللي هي تشوفوها وجاي أشر عليها بالقوس. حتى نقسمها إلى 8 أجزاء يقول لك ترسم المحور الأفقي والمحور العمودي، طبعا ذني يعني هنا اوتوماتيكيا راح اكيد تجي ترسمهن. من النقطة 1 والنقطة 3 ارسم قوسين بنصف قطر مناسب R ليتقاطعا في C. يعني شنو قصدهم؟ من هذه النقطة اللي هي تقاطع خط المحور العمودي ويا قمة الدائرة، ومن هذه النقطة اللي هي تقاطع خط المحور الأفقي ويا الدائرة، ارسم قوسين بمقدار مناسب. من يقول لك مناسب يعني حتى من تخلي بوز الفرجال هنا والسلباية هنا وترسم هذا القوس، وتخلي بوز الفرجال هنا والسلباية هنا وترسم هذا القوس، يعني يكون يتقاطعن، مو تسويهن قصيرات كلش بحيث ما حد يقطع الثاني، سويهن في الطول المناسب، يكون يتقاطعن هنا، يتقاطعن بهذا المكان، يتقاطعن بهذا المكان، مو فد مشكلة. من نقطة التقاطع النوب ترسم خط يمر بالمركز، زين؟ صار عندك خط مستقيم، هذا الخط مستقيم، أول خط مستقيم ترسمه. نفس العملية اللي طبقناها هنا نكررها هنا بهذا المكان ونرسم هذا الخط المستقيم، فراح تتقسم عندك الدائرة إلى 8 أجزاء متساوية. طيب ننتقل هسه للعملية رقم 15 اللي هي رسم الشكل المثمن. الشكل المثمن طبعا ايضا بسيط، كل ما بالامر، شلون يعني نفس العمليه اللي طبقناها حتى نرسم الشكل المسدس، لكن بالشكل المثمن ايش راح تستعمل؟ بدل ما استعملنا هناك المسطره 60-30، هنا راح تستعمل المسطره 40. زين، يعني كل ما بالامر راح يجي ينطيك هو هذا الضلع طوله معلوم، فراح تجي ترسم اول مره هذا الضلع، وراح تيجي ترسم هذا الضلع بزاوية 45، زين، بالتي سكوير والمثلث مالتك. بعدها تيجي تسوي هذه الأضلاع العمودية، بعدها نفس الشيء صعد التي سكوير لفوق، أنت يعني بالطريقة اللي تعجبك، وترسم ذن الضلعين، وبعدها تيجي ترسم هذا الضلع الثامن اللي هو الضلع الأخير. فهذه هي العملية رقم 15 لرسم الشكل المثمن اللي تحتاجه. طيب نجي العملية رقم 16 ألا وهي رسم مضلع منتظم ذو 9 أضلاع. زين، فإذا احنا رسمنا مخمس، مسدس، شكل سباعي الأضلاع، رسمنا المثمن، هسه راح نرسم ذو الأضلاع 9. طبعا الشكل ذو الأضلاع 9
احنا نحتاج انه نستعمل المنقلة. عملية الرسم ببساطة يعني بدون ان تقرأ هذه النقاط وتروح خلالها، انه راح يجي ينطيك طول ضلع معلوم، زين؟ راح ينطيك طول ضلع معلوم اللي هو راح ينطيك الضلع اي بي، زين؟ راح يجي ينطيك الضلع اي بي. من ينطيك الضلع اي بي راح تجيب المنقلة مالتك تخليها بحيث يكون مركز المنقلة على اي، وتقسم المنقلة الى 9 اجزاء، زين؟ تقسم المنقلة الى 9 اجزاء، هي المنقلة كلها 180، 180 على 9 20، يعني كل زاوية 20 بالمنقلة. خلي نقطة هنا، العفو، هذه متروح بعد، زين؟ فتجي مثلا تحسب 20، تخلي نقطة هنا، طبعا مركز المنقلة على اي ما ننسى على طرف الضلع المعلوم، تحسب 40 تخلي، تحسب 60 تخلي نقطة. بعد ان حددت النقاط تجي شو تسوي؟ انه بترسم هذه خطوط الشعاع، يعني تجيب المسطرة مالتك من النقطة اي ترسم خط يمر بيمن، ترسم خط يمر بالنقطة 20 اللي حددتها، ترسم خط يمر بالنقطة 40 اللي حددتها، الى ان تكمل هذه خطوط الاشعاع مالتك. بعد ان كملت خطوط الاشعاع تجيبه للفرجال مالتك وتفتحه بمقدار الضلع المعلوم، يعني الاشقد مثلا هذا 10، تجي تفتح الفرجال مالتك بمقدار 10، تجيب البوز مالتك تخليه على النقطة بي اللي هي طرف الضلع المعلوم، وتجي ترسم هذا الجزء من القوس بحيث يتقاطع ويا اول خط شعاع رسمت. هذه النقطة راح تمثل شنو؟ راح تمثل اول نقطة نحددها للشكل ذو 9 اضلاع. تجيب الفرجال مالتك تدني على نفس الفتحة، خلي البوز هنا وتخلي السلباية هنا، ترسم القوس تقطع هذا خط الشعاع، البوز هنا تخليه مرة ثانية وتفتحه على هذا، تقطع هذا الخط مالت الشعاع، البوز هنا نفس الشيء وترسم هذا القوس تقطع الخط مالت الشعاع هذا. هذه نقاط التقاطع ويا الشعاع راح تمثل لك نقاط الشكل ذو 9 اضلاع. فكل ما بالامر وكل اللي تحتاجه راح تجي انه توصل فيما بينهن بخطوط مستقيمه، فراح ينتج عندك الشكل المنتظم ذو 9 اضلاع. طيب ننتقل هسه للعمليه الثانيه، عفوا العمليه رقم 17 اللي هي رسم قوس يمس خطين مستقيمين. طبعا احنا طبقنا هاي العمليه، يعني مثلا من رسمنا المساقط بالتمارين مالت العمليات الهندسيه شفتوا ساعات انه يجي عندك مستقيمين، لكن ذن المستقيمين ما متقاطعات بزاويه حاده وانما متقاطعات بقوس، ونعطيكم احنا الراديوس مالت ار، زين؟ فهذا شلون تجي ترسمه؟ لو فرضنا انه هسه عندك ذن الخطين المستقيمين اللي هن هنا، زين، وتريد انه تجي ترسم تخليهن ينتهن بقوس بدل ما ينتهن بزاويه مدببه مثل ما موجوده هنا، تجي شو تسوي؟ منطيك انا القوس قايل لك القطر مالته ار، خلينا نقول مثلا 5، زين؟ تجي للقوس الاول ترسم خط موازي له، طبعا تقدر تسويه بالمثلث يعني مالتك، هو انا مسوينه بعمليه القوسين، هاي من عمليات البدايه اللي ما شرحناها، لكن بالمثلث مالتك تجي شو تسوي؟ ترسم خط خط موازي لهذا الخط تماما، يعني بنفس الزاويه ويبتعد عنه 5، وتجي ترسم خط موازي لهذا الخط تماما ويبتعد عنه 5. نقطة التقاطع هي المركز مالت من؟ مالت الار. مكان التقاطع تجي تفتح الفرجال مالتك بمقدار النصف القطر مال القوس اللي قلنا 5، وترسم الدائرة مالتك. من راح ترسم الدائرة راح تشوفها تمس هذا الخط وتمس هذا الخط، وينتج عندك هذا الشكل اللي موجود هنا وهذا الزايد تقدر تمسحه. نفس العملية طبعا فيما إذا كانت الزاوية منفرجة، إذا كانت الزاوية قائمة، إذا كانت الزاوية حادة، كلها نطبق عليها نفس العملية. طيب هسه العملية الثانية، انه اذا عندي اريد ارسم قوس يمس قوس اخر وخط مستقيم، يعني هسه انا بالحالة هنا عندي خطين مستقيمين مساهن شنو؟ مساهن القوس.
هسه بهاي الحالة عندي خط مستقيم وعندي قوس، هذا القوس الكبير، هذا القوس الصغير يمس الخط المستقيم ويمس شنو؟ يمس القوس الكبير. زين، شلون نسوي العملية؟ أول شيء تجي هذا الخط المستقيم، زين، طبعا يعني على سبيل يعني على يعني فقط على قولتهم للتوضيح، افرض انه القوس الكبير نصف القطر مالته 30 والقوس الصغير نصف القطر مالته 5. تجي شو تسوي؟ اول مره ترسم خط مستقيم موازي للخط اللي مس القوس اللي هو هذا، ويبتعد عنه بمقدار 5 اللي هو الراديوس مال القوس الصغير. يعني تجي ترسم خط مستقيم هنا اللي هو هذا الخط. بعدها تجي شو تسوي؟ تجي هذا القوس الكبير 30، اول شيء انت المركز مالته يكون معروف، يعني انت هذا القوس الكبير شيء اكيد من رسمته حطيت الفرجال مالتك في نقطه، يعني انت هذا القوس من رسمته اكيد تعرف المركز مالته وين. زين، يعني حطيت البوز مال الفرجال مالتك بنقطه ورسمت هذا القوس الكبير. تجي شو تسوي؟ القوس الكبير احنا قلنا 30 والقوس الصغير 5، تقول 30 ناقص 5 25، تفتح الفرجال مالتك بمقدار 25، تحط البوز بالمركز مال القوس الكبير وترسم قوس، راح يصير عندك قوس شوي اصغر بمقدار 5. زين، لان انا قلت هذا قوس كبير 30 وهذا القوس الصغير راح يكون 30 ناقص 5 يساوي 25. نقطة التقاطع بين الخط المستقيم اللي رسمته والقوس اللي شوي اصغر رسمته هي هذه شنو؟ المركز مالت القوس الصغير. فمن تجي تفتح الفرجال مالتك على 5 وتحط البوز بنقطة التقاطع وترسم المستقيم، راح ينتج ترسم القوس العفو، راح ينتج عندك شكل مشابه لهذا الشكل، راح يمس الخط المستقيم وراح يمس القوس مالتك. طيب، ننتقل هسه للعمليات اللي بعدها. هذه العمليات طبعا يعني سهلة ولدوا أخون بها، انه رسم قوس يمس قوسين اخرين. طلاب يعني هذا الموضوع مهم، هذا راح تحتاجونه، انا اقول لكم اياه من هسه بالامتحان، يعني ذيك المواضيع اذا قد تحتاجها قد ما تحتاجها، هذا راح تحتاجه 1000%. زين، فتاكد انه انت فاهم هذا الموضوع عدل. طيب، راح ناخذ انه شلون نرسم قوسين يمس دائره، يعني العفو يمس دائرتين، يعني هو قوس يمس قوسين اخرين باعتبار انه انا راسم لك دوائر، يعني مو قوسين اخرين، لكن باعتبار انه القوس هو جزء من الدائره. زين، يعني باعتبار انه من يقول لك انا رسم قوس يمس قوسين اخرين، شو اصلا انت راح تقول لي شو هذا القوس ماس دائرتين ما ماس قوسين؟ هو بالعاده القوس هو جزء من الدائره، يعني انت هذا القوس اذا كملته راح يصير دائره، هذا القوس اذا كملته راح يصير دائره، هذا زين، فالقوس هو جزء، هو بالتالي جزء مقتطع من دائره. فنجي الى رسم قوسين يمس قوسين اخرين. طبعا عندك ثلاث حالات اللي هي الحاله الف والحاله باء والحاله جيم. زين، بالحاله الاولى انه القوس يمس القوسين الاخرين بسطح الخارج مثل هذه العمليه اللي دشوفوا، والحاله الثانيه انه القوس يمس القوسين الاخرين بسطح الداخلي. زين، والحاله جيم اللي هي مزاوج بين الحالتين، يعني يمسهن، يعني واحده منهن يمسها بجزء الخارجي والثانيه يمسها بالجزء مالته الداخلي. زين، وهنا منطيكم امثله توضيحيه، يعني هسه شوف هنا عندك دائرتين مساهن وين؟ الطرف الخارجي. هنا عندك دائرتين مساهن وين؟ الطرف الداخلي. وهنا عندك هذه الدائره، الدائره هذه مساها الطرف الداخلي، وهذا القوس مساه بيمن؟ مساه الطرف الخارجي. خلينا نجي نتعلم شلون نجي نرسم ذني بسهوله. على سبيل المثال يعني ارجو المعذره على عدم دقه الرسم، لكن يعني هو للتوضيح. فلو فرضنا انه هسه عندك ذن الدائرتين، زين، يعني هاي الدائرات المرسومات، يعني مثل ما قلنا ارجو المعذره انه بس ماكو داعي انه اتعب نفسي يعني وسوين دقيقات، لان هنا مجرد توضيح، يعني تخيلوهن صبوره. فعندك ذن الدائرتين، قلت لك يا با اريد انقوس، طبعا ذني يعني عندك المعلومه، يعني مثلا هسه خلينا نقول مثلا هذه 20، زين، الراديوس مالتها، وهذه خلينا نقول مثلا
10 زين، الرايد يس مالتها 10 خلينا نقول. وقلت لك يا اريد انقوس هسه الحاله الاولى شنو عندنا؟ هاي بس هنا بطرفها الخارجي. يعني قلت لك انه صار عندك بالرسم انه تحتاج ترسم قوس يمس الدائرتين بطرفها الخارجي، وهذا القوس خلينا نقول عليه مثلا 30 الراديوس مالته. زين؟ خلينا نقول عليه الراديوس مالته 30. نجي شلون الرسم؟ تجي ترسمه باضافه نصف القطر مالته لمن؟ الى نصف القطر مالت الدوائر المعطاه. يعني تجي شو تسوي؟ هسه احنا قلنا ايش قد القطر مالته 30. لا عفوا نصف القطر. فاجي شو اسوي؟ طبعا هذا المركز يعني مالت الدوائر مالتي. تجي شو تسوي؟ بالنسبه للدائره الاولى الراديوس مال القوس 30 وهي 10. 30 زائد 10 ايش قد يساوي؟ يساوي 40. فاجي شو اسوي؟ احط البوز مالت الفرجال مالتي هنا. زين؟ وارسم قوس بمقدار 40 يعني يكون يجي بهذا الشكل خلينا نقول مثلا. اجي للدائره الثانيه. نصف القطر مالتها 20 والقوس مالتي 30، افتح الفرجال مالتي بمقدار 50، 20 زائد 30 50، وارسم هذا الجزء اللي هنا، راح يصير عندي قوس يعني السلب البوز هنا والسلباي هنا. هسه ورا ما كملت نقطة التقاطع، إذا أنا حددت مركز القوس وبشقد؟ وب 30. هسه افتح الفرجال مالتي بمقدار 30، زين؟ أحط البوز مالته هنا وأرسم القوس، راح أشوف القوس يجي عندي شنو؟ يجي عندي بهاي الطريقة، يعني راح يمسه ما راح يجي بهذا الشكل. زين؟ راح يجي عندي بهاي الطريقة وبهذا رسمت القوس اللي يمس الدائرتين بجزئه يعني بسطحه الخارجي. طيب. هسه اذا قلت لك اريد انقوس، لا اريد يمس الدائرتين يعني الطرف الداخلي، يعني يكون عندك بهذا الشكل. زين؟ يعني يكون عندك القوس بهذا الشكل. هنا وايضا نفس الابعاد، هذه الدائره 20، هذه 10، القوس ايضا 30. زين؟ هنا راح تصير نفس العمليه لكن راح نطرح الاقطار بدل ما نضيفها. زين؟ يعني مثل ما تلاحظ هنا شو مسوي؟ طارح الاقطار بدل ما ضايفن. اللي راح يسوي شنو؟ راح تجي تقول القوس 30، 30 ناقص 10 20، تفتح الفرجال مالتك بمقدار 20، تحط البوز هنا وترسم قوس بهذا الشكل راح يصير. اجي النوبه هنا، هذه الدائره 20، القوس 30، 30 ناقص 20 10، افتح الفرجال مالتي بمقدار 10، طبعا الرقم راح يكون شوي مو منطقي لان هذا راح يكون هنا على حافه الدائره لكن هو مجرد توضيح. زين؟ راح يجي القوس تقريبا مثلا هنا. تجي شو تسوي هسه؟ من هذا المركز تفتح بمقدار 30، العفو، راح يجي عندك القوس اللي يمسن من الطرف الخارجي. طيب هسه كملنا هاي العمليه، هسه نجي اذا كانت الحاله بالعكس. زين؟ طيب هسه اذا ردت من عندك نفس الشيء، يعني هم خلينا نقول مثلا قوس ابو ال 50، زين؟ قوس ابو ال 50 يمس لي هاي الدائره من الخارج ويمس لي هاي الدائره من الداخل، يعني اريد اجيب هذا الشكل. زين؟ هذا شلون نسوي؟ طبعا نفس العملية، بالمناسبة من تقرون بالملزمة لا تدوخون، يعني هذا هنا صاير عندهم خطأ مطبعي. يعني المفروض هذه الدائرة تصير على هالجهة وهاي الدائرة تصير على هالجهة، يعني هو نفس هذا الرسم بس مقلوب فوق وحدر. زين؟ نجي للعملية مالتنا نفس الشيء، ما ندوخ بها نهائيا. نجي كالتالي، اشتغل عليهن كل واحد بشكل فردي. الدائرة الصغيرة منين راح يمسها؟ راح يمسها بيا سطح، راح يمسها بالسطح الداخلي. احنا قلنا اذا يمسها بالسطح الداخلي شو نسوي؟ نطرح. زين؟ نطرح. فاذا نقول 50 ناقص 10 40، افتح الفرجال مالتي بمقدار 40، حط البوز هنا وراح اجي ارسم القوس هنا. زين؟ هذه الدائره راح يمسها بيا سطح، راح يمسها بسطحها الخارجي. اذا بسطحها الخارجي قلنا شو نسوي احنا؟ نجمع. اذا 50 زائد 20 ايش قد 70، حط البوز هنا وارسم قوس بحيث يتقاطع وياها.
هسه اجي شو اسوي ورا ما لقيت نقطة التقاطع؟ اجي شو اسوي؟ اجي ارسم القوس مالتي، افتح الفرجال بمقدار 50، احط البوز هنا واجي ارسم القوس، راح يجي عندي يصير بهذا الشكل. زين، فانت لا تدوخ بيها، هي كل ما بالامر، كل ما بالامر. اذا تذكرها هيك، اذا القوس يمس الدوائر بسطحها الخارجي تجمع انصاف الاقطار مالت القوس وهي نصف القطر مال الاقواس او الدوائر، اذا يمسن بسطح الداخلي نطرح. فهذا كل ما بالامر. هذه عمليه مهمه طبعا، لازم انه تكونون فاهميها وتعرفون شلون تطبقوها. طيب نجي هسه الى موضوع القطوع. زين، طبعا ما راح ندخل بهذا الشرح، يعني هذا مفيد لكم انه انتم تقرونه، هذا شرح مفيد يعني يعطيك انه مواصفات القطع الناقص، القطع المكافئ، القطع الزائد. زين، طبعا بالمناسبه احنا يعني القطع الزائد ما خذيناه بالمحاضرات، يعني من كانت المحاضرات تقليديه قبل ان يجينا هذا الوباء. زين، فهسه ايضا ما راح نشرحها، يعني راح نكتفي فقط بالقطع الناقص والقطع المكافئ. زين طلاب، فبالنسبه للقطع الناقص اكو عندنا طريقتين لرسم القطع الناقص. الطريقه الاولى هي بطريقه الدائرتين المتمركزتين، الطريقه الثانيه بطريقه المراكز الاربعه. طبعا المعلوم هو المحور الكبير والمحور الصغير، اخاف ناسينا، القطع الناقص هو هذا الشكل الاهليجي اللي تشوفه قدامك. قصده بالمحور الكبير هو المسافة بين ابعد نقطتين. زين، وين؟ بالشكل الاهليجي اللي هي بالعادة تكون يعني هذا الخط الافقي اللي تشوفونه مثلا اي بي. المحور الصغير هو المسافة بين اقرب نقطتين اللي هي يا هي سي دي، هذا الخط العمودي. زين، فهذا اللي نقصد به بالمحور الكبير والمحور الصغير. نجي هسه شلون اول مره نرسمه بطريقه الدائرتين المتمركزتين. عندك انت طبعا شيء اكيد المركز مالت القطع الناقص. تجي ترسم دائرتين متمركزتين بقطرين يساويين المحور الكبير والمحور الصغير. يعني المحور الصغير خلينا نقول مثلا المسافة مالته منا لهناش قد 10، اجي ارسم دائرة بالقطر 10. زين، المحور الكبير اللي هو اي بي خلينا نقول مثلا 30، اجي ارسم هاي الدائرة الخارجية بدايميتر او قطر 30. يعني راح يصير عندي هسه دائرة هاي الصغيرة الجوة وعندي هاي الدائرة الخارجية الكبيرة. طبعا ذني اقطارهن منين جبتهن؟ من المحور الكبير والمحور الصغير مالت من؟ مالت القطع الناقص. هسه اجي شلون ارسم هذا الشكل الهليجي؟ طبعا راح نحدد ذن النقاط اللي تشوفوهن مال تقاطعات. زين، ونوصل بينهن فينتج عندنا هذا الشكل الهليجي. هذا الشكل شلون نسوي؟ او ذن النقاط العفو شلون تحددهن؟ وين تعرف مكانهن يعني بين الدائره الكبيره والدائره الصغيره؟ هسه انا اول شيء عندي من القطع شنو؟ عندي نقطتين اعرفهن، اللي عندي عفوا اربع نقاط، النقطة A و B اللي هن الطرفين مال المحور الكبير، وهذه النقطة اللي هي الطرفين مالت المحور الصغير. شلون اطلع هذه النقاط اللي بين؟ تجي تختار اي نقطة على الدائرة الكبيرة، لا على التعيين يعني اي ربع من ارباعها. خلنا نختار مثلا هسه احنا نقول هذا الخط. اجي احط المسطرة هنا، اجر الخط يمس الدائرة ويمر بالمركز ويمس هذه الدائرة اللي هنا. تمام؟ زين، هسه من رسمت هذا الخط اجي شو اسوي؟ اجي اجر خط موازي لمن؟ خط موازي للمحور الكبير اي بي، يعني قصدي افقي. بس انا اقول لك موازي ليش؟ لانه قد يكون هذا الهليج مائل بزاويه، فلهذا السبب نقول هذا الخط الصغير اللي تشوفه افقي هو خط موازي للمحور الكبير، وخط عمودي موازي للمحور الصغير. نقطة التقاطع هي إحدى النقاط اللي يمر بيها القطع الناقص. زين، أجي هنا نفس العملية، أرسم خط موازي للمحور الكبير وخط موازي للمحور الصغير العمودي وحدد نقطة التقاطع.
اكرر هذه العمليه عدد كافي من المرات، يعني مثلا خلينا نقول سوينا سوى كم خط مسويناه، 1 2 3 زين، سوي لك انت مثلا فد 4 5 ما يطولون هنا زين، راح تتحدد عندك مجموعه نقاط، هذه النقاط كل ما سويت نقاط اكثر كل ما التوصيل بينهن راح يكون اسهل، وتقدر ترسم القطع الناقص بطريقه الدائرتين المتمركزتين. هذه العمليه اذا تشوفها مزعجه يعني تقدر تنتقل الى الطريقه الثانيه واللي انا اشوفها يعني هي عمليه اكثر زين، او هندسيه اكثر من هذا، يعني انا ما تعال حدد نقاط على التعيين زين، هذه شوي عمليه مزعجه. هنا كل ما بالامر راح تجي ترسم 4 اقواس، 1 2 3 4، راح تقدر تكمل القطع الناقص مالتك او بما يعرف بطريقه المراكز الـ4 زين. طبعا بالمناسبه طلاب، يعني بما انه هسه احنا خذينا الموضوع وخلصنا، هذه الطريقه تشبه طريقة رسم الدوائر بالأشكال المجسمة زين، عند ما تكون الدائرة واقعة على المحور التوب فيو زين، المنظر الفوقي. تتذكرون شكل الدائرة من نرسمها بالأشكال المجسمة يطلع هذا الشكل الهليجي اللي هو هذا القطع الناقص زين. طيب خلينا نجي شلون نطبق طريقة المراكز الـ4. طبعا طلاب تعلموا الطريق، يعني انا بالامتحان قد اقول لك انه ارسم لي يرجى رسم القطع الناقص بطريقة المراكز الـ4 زين، او اقول لك يرجى رسمه بهذه الطريقة اللي هي طريقة الدائرتين المتمركزتين زين. المعلوم عندك هنا هو المحور الكبير والمحور الصغير. المحور الكبير اللي هو A B، المحور الصغير اللي هو C دي. طيب شلون نبدا بالعمليه؟ اول شيء يقول لك ارسم من المركز O قوس بنصف قطر OA ليقطع امتداد الخط DC في N للدخول به. تجيب الفرجال مالتك تحط البوز بO وتحط السلبايه على A زين، هذه تجي ترسم هذا القوس اللي هسه جاي امشي عليه الماوس، راح تقطع امتداد يا هو المحور مال المحور الصغير زين، راح تقطعه وين؟ تقطعه بN. طيب هسه كملنا هذا القوس، تجي تجر خط من النقطة A إلى النقطة C، يعني من الطرف مال المحور الكبير للطرف مال المحور الصغير اللي هي يا هي النقطة C. بعدها تجي تجيب الفرجال مالتك، شو تسوي؟ تحط البوز على النقطة C وتحط السلباية على النقطة N اللي هي مال التقاطع مال المحور الكبير، وتجي ترسم هذا القوس تخليه قاطع المستقيم AC اللي رسمناه قبل شوي، راح يقطعه بالنقطة N. هسه تجي القطعة المستقيم هذه، ما عليك بهذا كله، تجي القطعة المستقيم AM، هاي دوم تغلطون بيه، قطعة المستقيم AM ترسم خط عمودي عليها ويمر بمنتصفها، يعني ذا المسافة من A إلى M 10، فاذا هذه النقطة احددها عند 5 وارسم خط عمودي، يعني يكون الزاوية بين هذا الخط وهذا الخط ايش قد تساوي؟ 90 درجة، تساوي 90 درجة. نقطة التقاطع مال هذا الخط ويا المحور الكبير اسميها O1، ويا امتداد محور الصغير اسميها O2. هسه هاي تحددت عندي شنو؟ تحدد عندي مركزين، يعني احنا قلنا المراكز الـ4، اول مركز O1 وثاني مركز O2. طيب هسه هاي احنا لقينا O1 و O2 في الجانب الاخر، جد O1 و O2 في الجانب الاخر للمحورين، يعني نفس العمليه اللي طبقناها على هالجهه وين نجي نطبقها؟ نطبقها على هاي الجهه، لكن انتبه راح تصير فوق وحدر زين، يعني ايش راح تسوي؟ راح تحط هذا القوس الكبير اللي رسمناه من الاي الى هذا الخط، راح ينرسم من بي الى هذا الخط، يعني هم تتحول الى هاي الجهه وهم ينقلوا فوق وحدر، يعني تفتح الفرجال من او الى بي وترسم القوس تجيبه لهنا، بعدين هذا القوس الصغير راح ينرسم عندك بهاي الوضعيه، وراح ترسم خط من البي الى الدي، ونفس الشيء راح تحدد النقطه O1 O2، فصار عندي كم مركز؟ 4 مراكز، O1 O2 O1 بO2. من ضمن المراكز الـ4 هسه راح اقدر شو اسوي؟ اجي اقدر انه ارسم 4 اقواس، هذه الـ4 اقواس التماس بينها راح ينتج لي شنو؟
راح ينتج لي القطع الناقص اللي انا اريده. فهو جاي يقول لك باستعمال ارسم اقواس بنصف قطر R تساوي O1A. يعني تجي شو تسوي؟ تحط البوز مالتك الفرجال مالتك هنا زين، وتجيب السلبايه تخليها هنا وترسم هذا الجزء. ترسم يعني نرسم بس انت اقواس على قولتهم حتى يصير لو يصير بي زيادات تمسحها، وتجي نفس الشيء تفتحها تحطها على الاون والسلبايه على البي وتفتحها بهاي الطريقه. النوب تجي شو تسوي؟ تجي تفتح بمقدار او 2 سي، يعني تحط البوز مالت الفرجال هنا وتحط السلبايه على السي وتسوي هذا القوس زين. والنوب بالعكس تحط البوز مالت الفرجال على او والسلبايه على الدي وترسم هذا القوس. هاي الاقواس الاربعه نمسح الزيادات مال التداخل مالتها، راح ينتج عندك القطع الناقص بطريقه المراكز الاربعه. نروح للعمليه الاخيره وهي رسم القطع المكافئ عندما يكون البارامتر معلوم. القطع المكافئ تجي ترسمه بهاي الطريقه. اول شيء البارامتر معلوم، طبعا هاي يعني بالشرح مالت القطع الناقص تراجعوها. البارامتر اللي نقصد به طبعا هسه هذا القطع المكافئ، بس خل اكبره حتى يبين واضح يعني شنو اللي قصده به. البارامتر اللي هو رامزي له بي، هسه انت عندك هذا نسميها القمه او مالت القطع زين، واف هي البؤره زين، وام ان هو خط الدليل. المسافه من البؤره، العفو، المسافه من القمه الى خط الدليل هي نفسها المسافه من القمه الى البؤره، واللي هي تساوي العفو البارامتر على ايش قد؟ على 2. يعني القمة صايرة بنص المسافة بين البؤرة وبين خط الدليل. طيب نجي شلون نرسم هذا القطع. أول شيء راح نجي نرسم خط الدليل مالتنا زين اللي هو ام ان، نرسم هذا الخط العمودي زين، هذا الخط العمودي اللي راح يمر بنص القمة ويمر بخط الدليل ويمر بالبؤرة زين. اجي احدد البؤره، لان سنعرف يعني مثلا اذا هذا خط الدليل وقلت لك البارامتر 10 راح تكون المسافه منا لهنا 5 ومنا للبؤره ايضا 5. هسه ورا ما كملت هذا الشكل اجي شو اسوي؟ اجي اختار خطوط لا على التعيين زين، يعني مثلا اجي اقيس لي فد خط، يعني مثلا خلينا نقول مثلا يعني بارتفاع غير محدد، يعني سواء 3 و2 و1 يعني مختارهم عشوائيا. انت ذني كل خط تحدده راح ينطيك نقطتين بيمن، راح ينطيك نقطتين من نقاط القطع. فافرض مثلا سوى بالشرح قايل لك اختارين 2، طبعا هذا بعده ما موجود يعني القطع بعدني ما راسمه انا زين. اجي الاثنين اجرن خط بهذا الشكل، يعني اذا رجعنا على هذا بس خل امسحه، بس خل امسح هذه الزيادات. يعني طلاب راح يكون عندكم هذا الشكل، يعني هسه انت بدايه الرسم راح يكون عندك هذا خط الدليل وهذه القمه وهذه البؤره زين. من اقول لك اجي اختار خط لا على التعيين، اجي اختار خط مثلا ارسم خط باي مكان هنا، خط موازي لخط الدليل مثلا، ارسم هذا الخط اللي هو هنا زين. افرض هسه هذا يا خط هو الخط رقم 2 اللي شارح لك عليه. تجي شو تسوي؟ تجيب الفرجال مالتك تفتحه بمقدار من اي الى 2، يعني من النقطة اي الى النقطة 2، نقطة تقاطع الخط اللي رسمته ويا العمود زين. ورا ما تفتحه بهالمقدار انه شو تسوي؟ فتحت الفرجال، اجي ارسم، اجيب البوز مال الفرجال اخليه وين؟ اخليه بالبؤرة زين يابا، وارسم قوس يقطع الخط اللي رسمته بمكانه. يعني لو رجعنا هنا هسه انا مو رسمت هذا، قلنا هذا خط 2 زين. تيجي شو تسوي؟ تحط الفرجال مالتك مثلا، خلينا نقول تحط طرف من الفرجال هنا وطرف من الفرجال هنا على هذا المكان. وانا ما فتحت هسه شو اسوي؟ اجيب الفرجال اخلي البوز مالته هنا بالبؤره اللي هاي قلنا عليها اف
البؤره زين، وارسم راح يكون عندي رسم بهذا الشكل. اجي اسوي هذا القوس بحيث اقطع الخط، بعدين ارفع الفرجال اجيبه ارسم هذا الجزء اللي هنا. تحددت عندي ايش قد؟ نقطتين. هسه اجي ايش اسوي؟ ارسم خط ثاني فوق. نفس الشيء، اجيب الفرجال احط البوز هنا واحطن شنو؟ احطن السلبايه هنا حتى اقيس المسافه، بعدين اجي اصعد البوز يعني قست المسافه ايش قد؟ نفس فتحه الفرجال، اخلي البوز هنا وارسم. كل ما تخلي خطوط هاي النقاط ايش راح تمثل لك؟ راح تمثل لك نقاط القطع، تجي بعدين توصل بينهن راح ينتج عندك القطع اللي تريد ترسمه. هذا يعني عبارة عن مختصر للشرح مالتكم. القطع الزائد ما راح يكون مطلوب من عندكم إن شاء الله. أتمنى أن تكون المحاضرة يعني واضحة وعادت معلومات مفيدة لكم، وشكرا لاستماعكم.